هذا سائل يسأل يقول: في بلدنا في هذه البلاد عين حارة يأتون إليها الناس من أماكن بعيدة من أجل الاستشفاء وطلب العلاج، اعتقادا بأنها سبب في شفاء كثير من الأمراض الجلدية. لا بأس بذلك إذا كان فيه خاصية، إذا كان فيها خاصية للدواء لا بأس بذلك. ما هو تبرك هذا، ما هو تبرك هذا. الماء فيه خاصية لكونه دافئا أو لكونه مالحا أو نعم.